بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. أبو عبد العزيز معكم، الله حييكم من قناتنا، قناة دكتور هيرباليست، قناة مستشفى الأعشاب. اليوم نتكلم عن بذور الكزبرة أو ما يسمى باللهجة المغاربية زريعة الكزبر. بذور الكزبرة استخدمها أجدادنا في البادية وفي الجبال منذ مئات السنين، وما زالوا إلى الآن يستخدموها، وهي عظيمة النفع، طبيعية، بيو عضوية آمنة وليس بها أي مشاكل، خالية. بذور الكزبرة آمنة تماما في كل قواميس الطب. نحن نستخدم بذور الكزبرة عشان تشنجه. في ناس كثير بصير تشنج ايديهم او بصير دقات القلب متسارعة، نقول له اكل اذا كان السبب مش القلب، لا، اسباب اخرى يعني مجهولة السبب، نقول له كل تناول بذور الكزبرة. اللي عنده تشنجات بيده بيديه احيانا تشنج ايده اليسرى، بقول لك ولكن السبب ليس القلب بل مجهول السبب، نقول له تناول بذور الكزبرة. حتى بنقص الفيتامينات والمعادن نقول له اطحن بذور الكزبرة وكل ملعقة صغيرة قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء لمدة شهر. ايضا بذور الكزبرة نستخدمها للمكرش اللي عنده كرشة، اللي عنده شحمة كرشه، نقول له أكل بذور الكزبرة. هي بتهضم الأكل، بتساعد بهضم الأكل بشكل ممتاز جدا، زائد بتشيل النفخة والتطبل البطن وأرحة المعدة بشكل ممتاز جدا، وهي صديق وفي للكبد. بذور الكزبرة صديق وفي للكبد، غنية جدا بالفيتامينات والمعادن، تؤازر الكبد مؤازرة عظيمة سبحان الله. موجودة ببيوتنا كلنا ولكن ما حد بيهتم فيها إلا قلة قليلة جدا من الناس. المفترض نستخدمها، نعملها شاي، نشربها، نطحنها، لأنها ما بتتصور فوائدها أكثر مما تتصور. زائد اللي عنده سكر تساعد وتؤازر في توازن السكر بالدم، زائد لفقر الدم غنية جدا بذور الكزبرة، غنية جدا بالحديد، وهي من العلاجات الرئيسية عندنا نحن البدو وسكان البادية وسكان الجبال ومنذ مئات السنين لفقر الدم. زائد بتعمل توازن بالدورة، إذا الدورة عندك ما في مش متوازنة مش مزبوطة، نقول لك أكلي بذور الكزبرة مطحونة تزبط لك إن شاء الله الدورة، تشرب شاي مثل الشاي مع بذور مع الأكليل الجبل أي اليازير، والمردقوش أي المردقوش أي المرددوش. ممكن نأخذ بذور الكزبرة ونأخذ نطحنها ناعم مثل البودرة، وأيضا أكليل الجبل أي اليازير، والمردقوش أي البردقوش أي المردقوش نطحنه ناعم مثل بودرة، وناخذ ملعقة صغيرة قبل كل وجبة، تزبط لك الدورة وتنظمها تنظيما عظيما بقدرة الله تعالى. عجائب، بتعرفوا فوائدها انتم، بتعرفوا خيرها، بتعرفوا ايش حال مفيدة. ايضا منشط البذور الكزبرة منشطة للغدة الدرقية، غليا أو سفة، ممكن تغليها وتشربها وممكن تسفها سف. بتنشط الغدة الدرقية اللي عنده كسل بالغدة الدرقية. زائد للعيون، إذا كنت تسكن، كنت ساكن بالبادية، ساكن مع البدو، معنا بالبادية يعني ساكنين بالبادية، ساكن بالبادية
ولا لا 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 بالليل ابنك او جه من المدرسه وعيونه متحمره متحسسه، اخلي له كزبره وبذور الكزبره وقطر بعيونك وصفيه عده مرات وقطر له فيها ويا رب لك الحمد. من احسن ما جربت انا، اجريت تجارب كثيره جدا على بذور الكزبره حساسيه العين، لم اجد افضل منه على الاطلاق في هذا الاطار. وممكن مسجو دخل نغلي البذور الكزبره ولجلاء العيون تصفيتها عجب عجب امنه تماما. ناخذ شويه بذور كزبره مع شويه ماء نغليهم نتركهم لما يبردون نصفيهم، نعصرهم ونصفيهم جدا، وناخذ شويه منهم مع شويه عسل، قطره عسل هلقد، ونقطر فيهم كذا للحساسية العيون، تنظيف العيون، لجلاء البصر. فإنها عجب عجاب ومن المجربات. أجدادنا أجدادنا البدو وسكان البادية يستخدموا هذه الخلطة منذ مئات السنين، من أحد أفضل الخلطات للعيون. زائد للعيون عندها اللي بتحسس من العيون دائما بتحسس عيون حمر، دائما بتحسس دائما حك فيهم، ولك يا عم يعطيناك جرب هذه وشوف. إن جرب بس يوم واحد راح طول عمرك تدعي لي، بس جرب يوم واحد امنه ما له ضرر نهائيا قطعيا بقدره الله تعالى. بذور الكزبره اذا اخذت قبل الاكل بساعه او 45 دقيقه بتنحف، واذا اخذت قبل الطعام مباشره تفتح الشهية. من عجائب بذور الكزبره انها اذا اخذت قبل الطعام مباشره، قبل الطعام 10 دقائق 15 دقيقة يعني كذا ها تفتح الشهية، وإذا أخذت قبل الطعام بساعة أو 45 دقيقة بتنحف بشكل كبير جدا. هناك شيء احنا ما بنعرفه عن بذور الكزبرة اكتشفه أجدادنا قبل مئات السنين، وهي أنها بتنحف. إذا أخذت قبل الطعام بساعة بتنحف بشكل ممتاز جدا. زائد لما تكون دقات القلب مش منتظمة وما فيش سبب معروف، يعني مجهول السبب، واحد دقات قلبه قوية قوي بتروح وما فيش بالقلب حاجة، ما فيش يعني ما فيش سبب يعني خطير والحمد لله. نقول له ايه؟ نقول له اغلي بذور الكزبرة مع الكمون وشرابها حتزبط لك المسائل 100% بقدرة الله تعالى، بقدرة الله تعالى. إذا كان عندك مشاكل ولخبطة بالغدد وبالغدة النخامية بالهرمونات يا بنتي، اشربي بذور الكزبرة، اكلي بذور الكزبرة، اغلي بذور الكزبرة، ابلعي سف فيها سف، من احسن ما يكون طبيعية عضوية بيو آمنة. أجدادنا استخدموها منذ مئات السنين وما زلنا نستخدمها حتى الآن من فضل الله تعالى، فهي عظيمة النفع، كنز عظيم يا عباد الله. اللي عنده مشاكل بالغدة النخامية، أجدادنا كانوا يقولون له، يعني أجدادنا قبل ظهور المستشفيات وقبل ظهور الطب الحديث، كان أجداد إذا واحد عنده مشاكل بالغدة النخامية كانوا يعطوه، يقولوا له أكل بذور الكزبرة، واللي عنده هرمون الحليب مرتفع، واللي عنده FSH واللي LBH مش مزبوطات بالغدة النخامية كانوا يقولوا، واللي التبويض عنده مش مزبوط، موعد التبويض عندها مش مزبوط، قولوا لها اكلي بذور الكزبره مع البردقوش، شوفي طحنيهم حفنه مع حفنه، طحنيهم ناعم مثل بودره، وخذي ملعقه صغيره من هذا هذه البذور، هذه الاوراق النباتيه المفيده جدا والمغذيه واللي بتساعدك جدا جدا بحل مشكله الغده النخاميه، زائد ضبط موعد التبويض، تزبط موعد التبويض، يصير عندك التبويض مظبوط 100% بالموعد المحدد،
وهذا شيء رائع جدا، خصوصا متجوزة جديد. إذا كنت متجوزة جديد، ها أنت محتاجة عيال، فتعمل إيه؟ تعملي كده علشان موعد التبويض يكون مظبوط 100% بالموعد المحدد. كده أمورك بخير وهتجيبيني عيال 100% بقدرة الله تعالى. أيضا من عجائب البذور الكزبر، إذا كنت أنت مراهق أو مراهقة، إذا كنت مراهق مراهقة وعندك هيجان مولوع، عايزين نطفيك، عايزين نبردك عشان ما تعملش مشاكل معانا، ها؟ لأنك لسه صغير وعمال تدرس بالمدرسة، والبنت عمال تدرس بالمدرسة وبصاص، هو بصاص، عايزين نهديهم، عايزين نخفف الهيجان ده، نعمل ايه؟ نقول لهم اكلوا بذور الكزبرة. ليه؟ يحل هذه المشكلة بنجاح تام، وخصوصا اذا اقترن مع الصيام ايضا، او يعني بدل اذا مش قادر صوم ممكن مثلا يحاول يعني يأخر الاكل شوي مع الرياضة، ممارسة الرياضة ايضا. كتير ناس بتقول يا بعض عزيز الله يرحم والديك، انا عندي بحكوك، عنده حكوك، حك ضل حك. طب يا حبيبي ما عندك بذور الكزبرة، ما فيش احسن منها بالدنيا للحكاية دي، هي والحريقة اي القريص، ها كزبرة عندك حكة كل جسمك، عندك حساسية بجسمك، عندك حكة بجسمك، عندك حساسية، بذور الكزبرة، بذور القطونة أي بذور عشبة لسان الحمل، بذور الشمر أي الشمرة أي الشمر أي زريحة البسباس، والشعير الهندي، شعير الهندي نطحنهم حفنة حفنة حفنة، ها نجبدهم نطحنهم مزيان مزيان، خليهم مثل البودرة، ناخذ أو نهرمشهم، ناخذ ملعقة كبيرة ونحطهم على كوب ماء ونصب عليهم ماء ساخن، نحطهم بكوب نصب عليهم ماء ساخن ونتركهم 10 دقائق، ثم نحلي بعسل أو تمر ونشرب هذا، ونشرب هذا الشاي اللذيذ المفيد العضوي لبيوت طبيعي الرائع جدا، يساعد جدا جدا بحل مشكلة الحكة والحساسية. حتى الأكزيما، حتى اللي عنده بكتيريا، اللي عنده مشاكل بالمصارين وقولون عصبي، أو عنده ديزنتاريا، ها، واللي عنده قولون عصبي، واللي عنده امساكات وسهالات مشاكل هضم، ممكن تضيف معه مع البذور الكزبرة كراوي يا نسون، يديك نتيجة 100% بقدرة الله تعالى. أبا عبد العزيز العشاب بن شمر، بذور الكزبرة كنز عظيم موجود في بيوتنا، استخدمها أجدادنا منذ مئات السنين وما زالوا إلى الآن، وهي آمنة طبيعية مغذية غنية جدا بالفيتامينات والمعادن والحديد، وهي كنز عظيم توارثناه عن الأجداد في البادية وفي الجبال. فمن الأفضل أن يكون عندك دائما بالبيت بذور الكزبرة، استخدميه بيساعدك بالضبط الهرمونات 100% بقدرة الله تعالى. أيضا بذور الكزبرة يمكن استخدامها في أقنعة البشرة، تستخدميها للبشرة ما عندك مشكلة، منقية ومنظفة للبشرة بشكل ممتاز جدا. وممكن تطحنها مع الحناء للشعر، ممكن تطحنيها مع الحناء للشعر، فهي عظيمة النفع وذات جدوى إن شاء الله تعالى. قدمنا لكم اليوم بذور الكزبرة، الفوائد المحتملة في بذور الكزبرة، قناة مستشفى العشاب عبد العزيز بن شمر شانل دكتور هيرباليست، الله حييكم معانا بناشدكم سيدي ربي مولاي، مشاركة الفيديو بالواتساب، بهديكم هذه الورود الجميلة جدا، قدمها لكم حبايبي نور عيوني، تابعوني وبناشدكم ربي سيدي مولاي
والمطر ينزل، المطر ينزل في هذه الساعات اللي الرحمة المباركة طيبة. لن تخسر شيء، ما تخسري شيء إذا ضغطتي أو ضغطت على زر مشاركة وارسلت بالواتس أب لكل الناس اللي معك. هتخسر إيه؟ حتى تؤازرني، تساعدني، وأيضا توصل معلومات جميلة جدا وتثري العقل ومسلية وترفيهية للجميع. شكرا لكم جدا جدا، بناشدكم الله سيدي مولاي اللي بيحبني بالله في الله أن يكتب تعليق جميل مفيد، نتعرف على بعضنا بالتعليقات ونحب بعضنا في الله. شكرا، ميرسي.